التحية عادي راه داخلة بعنوان مفهوم التعددية الثقافية بين النقاش الفلسفي والمشروع الحضاري. مقدمة: ما المقصود بمفهوم التعددية الثقافية؟ كيف تمثل أو كيف نخوض نقاشا فلسفيا حول هذا المفهوم التعددية الثقافية؟ هل هناك ثقافة واحدة؟ كيف إذا تعددت فما هي الدواعي؟ بعد ذلك كيف تمثل التعددية الثقافية؟ أو هل يمكن أن تمثل إلى أي مدى مشروعا حضاريا كونيا؟ لتوضيح معنى مصطلح التعددية الثقافية، من الضروري التمييز بين ثلاث مستويات في المعنى والدلالة والوظيفة والإجراء والتبعات والأهداف. المستوى الاجتماعي، التعددية الثقافية في المستوى الاجتماعي، ثم التعددية الثقافية في المستوى السياسي، وبعد ذلك التعددية الثقافية في المستوى الحضاري أو الفلسفي الكون. نبدأ في المستوى الأول، التعددية الثقافية حقيقة اجتماعية. ترتبط التعددية الثقافية بملاحظة تعددية المجتمعات الحديثة، وتعددية وجهات النظر، وتعددية التأويلات، وتعددية المؤسسات والمنظمات والجمعيات والأحزاب وكل ما يتعلق بما هو اجتماعي. بهذا المعنى فإنه تشير إلى تطور اجتماعي يتميز بالزيادة الواضحة للاختلافات الثقافية، تنوع والتكاثر. دون التقليل من تعقيد هذه الظاهرة، يمكننا مع ذلك الاعتماد على التصنيف الذي اقترحه بيخو باريخ الهندي سنة 1999، والتمييز بين ثلاث مقولات أو فئات رئيسية للتنوع الثقافي. أولا، يشير تنوع الثقافات الفرعية، التنوع الثقافي، إلى تنوع أنماط الحياة التي تم التأكيد عليها في الديمقراطيات الحديثة بسبب تحرير الأعراف وإضفاء الطابع الفردي على السلوك. ثقافة الشباب، ثقافة الفرعية، بقدر ما تتوافق مع طرق معينة للحياة يمكن ملاحظاتها في ثقافة معينة. يعني ثانيا، تنوع وجهات النظر، ليس فقط تنوع الثقافات الفرعية، يأتي من التشكيك في المعايير السائدة في مجموعة ثقافية معينة. إنها تؤكد نفسها على سبيل المثال عندما تتحدى الأنماط المعهودة في الحياة المنزلية والاجتماعية والسياسية، عندما يرفض الأصوليون عملية علمانية الدولة الحديثة، وعندما يشجب دعاة حماية البيئة المركزية البشرية الغربيين. هؤلاء الأفراد لا يشكلون بالضرورة ثقافات فرعية داخل ثقافة مشتركة، لكنهم يتحدون في أسس، يعني في أسس هذه الثقافة المركزية من خلال موقف نقدي قاموا بإثارة ظهور تمثيلات ثقافية جديدة. جيم تنوع المجتمعات، أو ما يسمى التنوع المجتمعي، يجب عدم الخلط بين هذا النوع الثالث وبين تنوع أنماط الحياة داخل ثقافة معينة أو مع تنازع المعايير السائدة، وهي تحدد مجموعات مثل مجموعة المهاجرين، مجموعة الشتات، اليهود والغجر، والشعوب الأصلية والأقليات الإقليمية، باسك والكيبيك وما إلى ذلك، التي تشترك في التجمع حول هوية عرقية. يصر علماء الاجتماع على مجموعة متنوعة مع معايير تحديد الهوية العرقية، اللغة والدين والتقاليد وما إلى ذلك، وعلى الطبيعة المزدوجة لهذه العملية الذاتية والموضوعية. سنحتفظ هنا بتعريف المجموعات الإثنية الذي اقترحه دوميك شنابر، مجموعة من الناس الذين يعيشون على أنهم ورثة مجتمع تاريخي وثقافي، غالبا ما يتم صياغتهم من حيث الأصل المشترك، يعني الهوية العربية الإسلامية هي هوية الأصل المشترك. ثم إذا دخلنا من حيث هي هوية ثقافية أو حضارية، هي هوية التي تقرأ ربما النص التأسيسي القرآن وغير ذلك من النصوص المحيطة به، وهي القراءة في حد ذاتها فعل ثقافي تأسيسي وحضاري. يعني هؤلاء البشر يشتركون في الرغبة في الحفاظ على هذا الأصل المشترك. بعبارة أخرى، يتم تعريف العرق من خلال بعدي المجتمع التاريخي والخصوصية الثقافية. هذا الكلام ذكره دومينيك شنابر سنة 1994. كما أشار تصنيف باريخ الهندي إلى يعني بيخو باريخ 1999، أشار إلى أن التعددية الثقافية في المجتمعات الحديثة تنطلق من التغيرات البنيوية الهيكلية ومن ظهور الحساسية الجماعية، حيث أن تحرير أنماط الحياة يثير في نفس الوقت كثرة الثقافات الفرعية والتشكيك في المعايير السائدة. إذا لم تكن يعني في الحديث على وجه التحديد، حيث أن الحدود العرقية عبرت دائما المجتمعات البشرية، فإنها تأخذ مع ذلك معنى جديدا في المجتمعات التي تدرك بشكل متزايد الطابع المتعدد الثقافي،
وهذا ما يفسر سبب تمكن الحماية القانونية للمجتمعات العرقية من أن تصبح هدفا سياسيا في الديمقراطية الحديثة. ولماذا ترتبط التعددية الثقافية كحقيقة اجتماعية ارتباط وثيقا بالتعددية الثقافية كمشروع سياسي؟ نأتي الآن إلى التعددية الثقافية كمشروع سياسي. يثير مصطلح يعني البعد الثاني، البعد الثاني من البعد الأول اجتماعي، البعد الثاني سياسي، البعد الثالث فلسفي حضاري. يظهر مصطلح التعددية الثقافية بشكل واضح في السياق السياسي. العديد من الدول ذات الإثنيات المتعددة، كندا وغيرها من الدول، وحتى فرنسا، وحتى العديد من الدول موجودة، العربية والشرقية والأوروبية والغربية والآسيوية، فيها الكثير من الإثنيات. تتوافق التعددية الثقافية في الواقع مع مشروع ربما الذي دافع عنه منذ السبعينات بيير إليوت ترودو عن فكرة أن كندا دولة متعددة ثقافية لا تتكون فقط من شعبين مؤسسين، نتقن باللغة الإنجليزية ونتقن باللغة الفرنسية، ولكن أيضا من المهاجرين الذين يعيشون فيها يعني في كندا، يعني في هذه الدولة الذين يعيشون في هذه الدولة كندا. ارتقت التعددية الثقافية إلى مرتبة مبدأ دستوري في عام 1982، وهي تؤكد على أن المساواة المدنية متوافقة مع احترام الاختلافات الثقافية، ويكرس تصميم القطع مع نموذج الاستيعاب السائد في معظم الديمقراطيات، والذي يجعل الاندماج السياسي يعتمد على اعتماد المعايير الثقافية الأغلبية، ويؤدي بشكل ملموس إلى وضع تدابير سياسية وإعفاءات قانونية من أجل ضمان المساواة في المعاملة للأقليات العرقية عندما لا تعمل المعايير السارية معها. تتيح هذه التدابير على سبيل المثال تكييف تقويم الوطني أو قواعد اللباس مع تقاليد الأقليات. هنا يمكن العودة إلى الحالة النموذجية في الأدبيات حول التعددية الثقافية اللي عند السيخ وعند يعني الطوائف ربما الكيباكيين يعني في كندا، وهي دولة تسمح فيها يسمح فيها القانون لأعضاء هذا المجتمع بالخروج عن اللوائح الخاصة يعني بالارتداء الخوذات وحمل السلاح. لا تقتصر سياسة التعددية الثقافية على استيعاب القوانين من قبل المحاكم، وتشير أيضا إلى مجموعة كاملة من التدابير السياسية مصممة لتعزيز اندماج المهاجرين. هنا يمكن العودة إلى برنامج العمل الإيجابي في المجال الاقتصادي والتعليمي والتمثيل السياسي المعاد الخاص، دورة اللغة الأصلية للأطفال المهاجرين، ومكافحة العنصرية وتمويل المهرجانات العرقية إلى آخره. وقد تبين تبنت الأنظمة الديمقراطية أخرى مثل أستراليا، بريطانيا، سويسرا، هولندا سياسات مماثلة تقوم بتكرس التعددية الثقافية دون أن تذهب إلى حد جعل التعددية الثقافية مبدأ دستوري. لكن مع كندا فإن كندا من بين البلدان التي تبنت التعددية الثقافية المتكاملة على عكس التعددية الثقافية المنقسمة في الولايات المتحدة. في الحالة الأولى تهدف سياسة التعددية الثقافية صراحة إلى تعزيز احترام التنوع الثقافي، هذه التعددية الثقافية المتكاملة تحترم التنوع الثقافي من خلال شكل من أشكال الاعتراف العام بهذه الثقافات. ليست هناك ثقافة مركزية وثقافات أخرى يتم استبعادها. في الحالة الثانية يكون بعض الاعتراف أقل وضوح، على الرغم من أنه يبدو أنه يؤثر على المناقشات حول الصواب السياسي وإصلاح المناهج الدراسية، إلا أنه لا يلهم سياسات العمل الإيجابي، والهدف الأساسي منه هو مكافحة التحيزات العنصرية. يعني هذا هو الرهان بين التعددية الثقافية المتكاملة، مكافحة التحيزات العنصرية وليس تعزيز احترام الاختلافات الثقافية. لذا فإن التعددية الثقافية هي ظاهرة سياسية حديثة ومتعددة الأوجه، وربما يكون من السوق لأوان قياس أثارها الحقيقية على اندماج الأقليات. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن استقبال هذا النوع من السياسة من قبل الرأي العام مختلط. إذا كان الحق في أن نكون مختلفين قد أثار حماس البعض في الثمانينات والتسعينات، فقد أثار دائما مقاومة قوية في الوقت الحالي مع عودة ظهور القومية المعادية للأجانب في أوروبا والمخاوف التي أثارها يعني العنف ربما ويعني التشدد، أصبحت سياسات التعددية الثقافية موضع تساؤل على تقويسها يعني في معظم الديمقراطيات التي تبنتها، كما هو الحال في بريطانيا وهولندا ومقاطعة كيبيك الكندية. بعد ذلك نأتي إلى المستوى الثالث، التعددية الثقافية من حيث هي معطى حضاري، ويعني يمكن أن إجراء نقاش سياسي حولها، يعني لها بعد حضاري كوني
قد أثر التطور الموصوف بشكل كبير على تطور النقاشات السياسية الفلسفية، خاصة في الديمقراطيات الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث تم تطبيق التعددية الثقافية في عالم فكر تهيمن عليه ليبرالية جون راولز. أدى الاهتمام بهذه الظاهرة السياسية بشكل أساسي إلى مناقشة نقدية للنظرية الليبرالية للمواطنة. ظهرت أولا مسألة سياسة الاختلاف. أنا أول دفاع شهير عن فكرة التعددية الثقافية متجذر في نقد العولمة المجردة، عالمية المجردة، في كتابه العدالة، في كتابه العدالة وسياسة الاختلاف تدين إيريس ماريون يونغ عدم قدرة مثل هذه الشمولية على ضمان المساواة السياسية للأفراد من مختلف الهويات وأنماط الحياة في إطار مؤسسي مؤسساتي في سياق ثقافة معينة يؤيد الوضع المدني هيمنة الهوية التي تعتبر الطبيعية، أي في الديمقراطية الغربية تدين هيمنة يعني الإنسان الأبيض، الشخص الأبيض أو الإنسان الذي له لون أبيض، وهيمنة أيضا الغني، الإنسان الثري والإنسان الصحي يعني المعافى. وعين عن ضمان المساواة للجميع أمام القانون في أنها وهمس وجهة نظر هوية الأقلية، وبالتالي في أن الكونية المفهومة بشكل صحيح يجب أن تتخلى عن كونها غير متميزة، على العكس من ذلك يجب أن تطبق سياسة الاختلاف أي لصالح التمثيل السياسي للجماعات المهيمنة من أجل تضمين جميع وجهات النظر في عملية التحول التداول الديمقراطي. سياسة الاعتراف الآن، إذا كان الدفاع الأول عن التعددية الثقافية قد اتخذ شكل الترويج السياسي للتنوع الثقافي المفهوم بالمعنى الواسع، فإن النقاشات التي تلت ذلك قد ركزت بشكل أساسي على قضية التنوع العرقي. يعني في مقالته الشهيرة سياسة الاعتراف دافع تشارلز تايلور فيلسوف كندي عن قضية أقلية الكيبيك في كندا لتبرير حق هذه الأقلية في الحفاظ على هويتها الثقافية، لا سيما من خلال الترويج السياسي لاستخدام اللغة الفرنسية. يعني الأغلبية هناك من يستخدم اللغة الإنجليزية لكنه هو دافع عن اللغة الفرنسية. يتبنى تشارلز تايلور الانتقادات التي واجهها مايكل تاوندل إلى الجمهورية الإجرائية، وصاغ أول دفاع مجتمع عن سياسة التعددية الثقافية مثل ساندل، يعني ليبرالي أو فيلسوف يرفض أو رفض حدود مفهوم الشرعية السياسية على أساس أسبقية الخير على الصالح، والتي بموجبها يجب عدم التضحية بالحرية الفردية من أجل تعزيز الصالح العام. من مثل هذه الليبرالية، ليبرالية الحقوق هي في جوهرها غير مذيافة للاختلاف، لأنها تستبعد علفة وتعزيز الهوية الثقافية من الأهداف السياسية المشروعة. لذلك يتجاهل الدور الحاسم الذي يلعبه هذا الأخير في حياة الأفراد، ويجب استبداله بليبرالية أكثر انفتاح على هذه القضية. مثل هذا التطور مطلوب وفقا لتايلور من خلال المعنى الحقيقي للمساواة الحديثة التي تستند إلى كل من القيمة الكونية للكرامة والقيمة الخاصة للأصالة. يعني الأصالة لها قيمة خاصة يعني خصوصية، والكرامة لها قيمة كونية. بعد سياسة الاعتراف ننتقل إلى المواطنة متعددة الثقافات. تدافع نظرية ويل كيمليكا التي تشكل أكثر إجابة للليبرالية السياسية تفصيلا على الانتقادين المذكورين عن قدرة هذه الفلسفة المواجهة تحدي يعني التعددية الثقافية. في الليبرالية والمجتمع والثقافة أعاد كيمليكا النظر في الاعتراضات الرئيسية التي لدى الجماعات الشيوعية الليبراليين، ولا سيما اعتراضات حرية الفراغ تايلور والذاكرة المرتبكة ساندر، من أجل تحدي الفكرة التي تم تلقيها وفقا لأي ليبرالية سياسية لا يمكن فصل عن الفلسفة الاجتماعية الذرية والفلسفة الفردية. ليذكر الليبراليون بأي حال من الأحوال قيمة ارتباطات المجتمع، واعترفون تماما بأن خطط الحياة التي يتبناها الفرد مستوحاة منها، ومع ذلك فهم يرفضون اختزال السبب العملي أو العقل العملي إلى اكتشاف الأعراف الموروثة. إذا الفرد حرا، يعني كما تصور ذلك كانت، إذا الفرد حرا في انتقاد سياقها الثقافي ومراجعة الخيارات التي قادته إلى اتخاذها، وذلك بفضل مفهوم العدالة الذي يستمد عقله. ليمنع مبدأ المراجعة هذه الفلسفة الليبرالية من الاعتراف بقيمة الانتماء الثقافي التي يقترح كيمليكا تفسيرها على أنها خير أساسي بالمعنى الذي حدده راولز، يعني هو خير أساسي وليس خير ثانوي بالمعنى الراولزي يعني في نظرية العدالة.
ومن فهو يطور دفاعا فعالا عن الهويه الثقافيه التي يعتبرها مفردات مشتركه تعطي معنى للخيارات الفرديه كشرط ضروري لممارسه الاستقلال الذاتي. كما اوضح الفيلسوف الكندي في كتاب المواطنه متعدده الثقافات طبيعه الخير الاساسي الخاص او الفردي، الخير الاساسي الفرد وليس العام. يعني يندمج يعني الانتماء الثقافي الذي تدافع عنه مع او يدافع عنه مع مع الثقافه المجتمعيه، اي بالثقافه التي تقدم لافراد انماط حياه ذات مغزى تنظم جميع الانشطه البشريه في المجتمع والتعليم والدين والترفيه والحياه الاقتصاديه في القطاعين العام والخاص، يعني في القطاعين والمجالين العام والخاص. هذا الكلام ذكره كاميليكا في 2001. يعني هذا الفيلسوف يعني كاميليكا صاحب يعني مسألة الحقوق، هو مهم جدا إضافة إلى تشارلز تايلور وجون راوس وساندل. وبهذه الطريقة تشير الهوية الثقافية حسب رأيه إلى الثقافات القومية، سواء كانت هذه الدول ذات سيادة أو تشكل قليات داخل الدولة. أن أخذ الدور الذي تلعبه الثقافة المجتمعية في ممارسة الاستقلالية الفردية على محمل الجد يتطلب وفقا لكاميليكا مراجعة عميقة لصياغة مبادئ الديمقراطية. النتيجة هي على عكس ما يعتقده معظم الليبراليين أن نموذج التسامح الديني لا يناسب حالة الهويات الثقافية. في الواقع لا يمكن خصخصة الثقافات المجتمعية على طريقة المعتقدات الدينية، لأنه إذا كانت الدولة يمكن أن تكون محايدة من وجهة نظر طائفية فلا يمكن أن تكون كذلك من وجهة نظر ثقافية. يروج دائما لثقافة الأغلبية على حساب ثقافات الأقلية من خلال اختيار لغة رسمية ورموز وطنية وأعياد ذات أصل ديني. يطرح التوجه العرقي للمجال العام مشكلة من حيث أنه يضر بالأقليات التي لا تعترف على نفسها في هذه الهوية الجماعية. لهذا السبب من الضروري صياغة حقوق ثقافية قادرة على استعادة المساواة بين مجموعة الأغلبية والأقلية. ومع ذلك فإن نظرية المواطنة المتعددة الثقافات تميز بوضوح حالة الأقليات القومية التي تشكلت نتيجة الغزو والضم والاستعمار، وحالة الأقليات العرقية الناتجة عن الهجرة. يمكن الأول الذي لا يزال يتمتع بثقافة مجتمعية أن يطالب بدرجة معينة من الحكم الذاتي من أجل السيطرة على القرارات السياسية التي تؤثر على مستقبل الثقافة. الهجرة حيازة الأراضي اللغة والتعليم. والثاني من ناحية أخرى يتكون من أفراد تخلوا عن ثقافتهم المجتمعية الأصلية عن طريق تغيير البلدان، لذلك فمن المشروع عن طريق الانتقال إما العمل أو الهجرة. لذلك فمن المشروع أن نتوقع منهم الاندماج في البلد المضيف، ومع ذلك لا يوجد مبرر لفرض استيعاب ثقافي عليهم. طالما أن تعلم اللغة الرسمية ومعرفة العناصر الرئيسية للتاريخ الوطني وضرورية لفهم النقاشات الديمقراطية كافيان لضمان اندماجهم السياسي. إذا وفقا لكيميليكا ليس لدى الليبراليين منظرين أو سياسيين سبب لرفض الحقوق الثقافية على أساس أنها حقوق جماعية تنكر قيمة الحقوق الفردية، وينتقد هذه المعارضة على الخلط بين بعدين ليس مترابطين بالضرورة. الحقوق الثقافية في الواقع حماية خارجية تهدف إلى استعادة المساواة بين الجماعات، والتي لا تعني الحق في تنفيذ القيود الداخلية التي تهدف إلى الحد من حرية أفراد الأقلية. بعد ذلك نأتي إلى الثقافة الليبرالية. قد أعطينا معاملة مفضلة لنظرية كيميليكا لأنها تظل النسخة الأكثر تطورا للدفاع الليبرالي عن التعددية الثقافية، ومع ذلك فهي ليست الوحيدة المتاحة. يعني هناك بعض الليبراليين، يعني هناك رؤى أخرى وتدافع عن التعددية الثقافية مثل جوزيف راز، يذهبون إلى أبعد من التبرير السياسي للتعددية الثقافية ويعتبرونها مظهر من مظاهر الحساسية الأخلاقية الجديدة أو الوعي الإيثيقي المعاصر ووعي الهوية التفكرية المنفتح على تعددية الثقافات. وهذا على غاية من الأهمية هذه الملاحظة. يعني إذا كانت هناك هوية تفكرية منفتحة على تعددية الثقافات فهي هوية ديناميكية، هوية سردية متطورة تقدمية. يأخذ الترويج للتعددية الثقافية هنا شخصية مثالية يدعي كيميليكا تجنبها، وحاول آخرون مثل يائيل طامير ودايفيد ميلر توفيق بين القومية والليبرالية بحجة أن احترام المبادئ العدالة لا يستبعد نوع الالتزامات المحددة التي توحد أعضاء المجتمع الثقافي. يصر ميلر
بشكل خاص على دور التضامن الوطني في تعزيز ارتباط المواطنين بالعدالة الاجتماعية. يؤكد هذا الانفتاح المتعدد الأشكال للفلسفة الليبرالية على موضوع الهوية الثقافية حسب يعني كيميليك حول حدود التعارض بين الليبرالية والجماعة للتفكير في القضايا التعددية الثقافية. إذا هيمنت هذه المعارضة على النقاشات في البداية قد فقدت أهميتها بعد أن سلط الليبراليون أنفسهم الضوء على البعد المجتمعي للمواطنة. سؤال جديد الذي يواجههم الآن هو هل الجهود التي تبذلها الأغلبية لتعزيز التضامن الوطني مصدر ظلم للأقليات؟ هل جهود الأغلبية في بناء الأمة تؤدي إلى ظلم الأقليات؟ وهذا الكلام ذكره كيم ليكا سنة 1998. تم انتقاد الدفاع الليبرالي عن التعددية الثقافية بطرق مختلفة، إما داخلين من قبل المناظرين الذين يشتركون أو يتشاركون في افتراضات الليبرالية السياسية، أو خارجين من خلال وجهة النظر السياسية المتنافسة. العرض التالي لا يدعي أنه شامل، أنه يأمل فقط في إعادة أعطى فكرة عن تنوع النقد المواجه للنظرية الليبرالية القائمة على الاعتراف بالتعددية الثقافية والقائمة على الاعتراضات الأكثر شهرة. نبدأ بالانتقادات الداخلية للمواطنة متعددة الثقافات. أولا النقد الليبرتاري، نقد الليبرتاري وليس الليبرالي، هناك فرق بين الليبرالية والليبرتارية. يتفق شاندران كوكاثاس من مع كيميليكا على أن المجال العام يفتقر إلى الحياد، ونتيجة لذلك تؤثر القرارات الجماعية بشكل غير متساوي على المجموعات الثقافية المختلفة. ولكن بدلا من استعادة المساواة أمام القانون عن طريق التعويض أي من خلال نظام حماية محددة، يخلص إلى أن الحل هو تخفيف ثقل القانون للجميع. إذا اعتبرنا على سبيل المثال أن القانون الذي يفرض ارتداء الخوذات هو قسري للغاية بالنسبة للسيخ، فيجب أن ندرك أن الأمر نفسه ينطبق على جميع راكبي الدراجات النارية، وأنه يضر أيضا أولئك الذين يفضلون الركوب عاري الرأس. يعني مشكلة هل نرتدي الخوذات أم لا نرتدي؟ يرفض كفاس مبدأ المساواة التفضلي الذي يعيد أشكال الامتياز التي لا تتوافق مع الاحترام المتساوي لحرية كل شخص. على عكس من ذلك فهو ينادي بسياسة اللامبالاة الراديكالية. ليس على الدولة أن تقلق بشأن ما يفضله الجميع سواء كان من أصل ثقافي أم لا، كما أنه لا يتعين عليه تعزيز الاستقلال الفردي داخل الأقليات الثقافية، لأن ذلك يرقى إلى مستوى فرض مفهوم الخير على الأفراد الذين لا يشاركونه. هذا الكلام ذكره كوكاثاس سنة 1992. يمكن الخيار الصالح الوحيد للسياسة الليبرالية للتعددية الثقافية في الاحترام غير المشروط لحرية تكوين الجمعيات، والتي تتمثل في منح الأفراد الحق في الحفاظ على تقاليدهم الثقافية حتى لو أنكروا القيم الليبرالية، الختان والزواج القسري وإلى ما إلى ذلك، والتي تترك للجميع الحق في مغادرة المجموعات والجمعيات دون الحاجة إلى القلق، يعني دون حاجة إلى القلق بشأن قدرة الأفراد على ممارسة هذا الحق. وهذا الأمر ذكره كوكاثاس 2003. بعد النقد الليبرتاري نأتي إلى النقد المتساوي في الثقافة والمساواة. ترفض برايان باري الحل التحرري في 2001. أي قانون يثقل كيان المواطنين بشكل غير متساوي بالضرورة بسبب تنوع تفضيلاتهم وقيمهم الشخصية، لكن هذا لا يمنعنا من أن تكون عادلة منذ اللحظة التي تعبر فيها عن الإرادة السياسية للمواطنين. يدين باري بشدة توجه التشويه الذي يلقى به أنصار التعددية الثقافية على المثالية الكونية الموروثة من عصر التنوير من خلال رفع ممارسة الحكم والإعفاء إلى مرتبة النموذج السياسي من أجل تنفيذ المواطنة المتباين، فإنهم يضعفون الإحساس بالمساواة بين المواطنين أمام القانون، وهكذا فإن التعددية الثقافية تفضل المحسوبية السياسية وتدمر أسس التضامن المدني. بعيدا عن الترويج لشكل أعلى من المساواة، فإنها تخدم من نواحي كثيرة لإخفاء الانحدار الهائل لتدابير إعادة التوزيع الاجتماعي في الديمقراطيات الليبرالية منذ الثمانينات، وأخيرا من خلال التخلي عن نموذج التسامح الديني واستراتيجيته لخصخصة الاختلافات يعيد خلق ظروف الصراع السياسي حول قيم لا يمكن التوفيق بينه. ويبدو أنه من المراجع أن يؤدي أو أن تؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجموعات الثقافية بدلا من تهدئتها. نأتي الآن إلى انتقادات الخارجية للمواطنة متعددة الثقافات. النقد النسوي، نبدأ بالنقد النسوي.
نقد من الجانب يعني النسائي او الانثوي او الجندري. تنتقد سوزان مولر اوكين في مقالها هل التعدديه الثقافيه ضاره بالمراه سياسات التعدديه الثقافيه لتفضيل الحفاظ على الممارسات الجندريه الذكوريه من خلال منح الاقليات الثقافيه حقوق جماعيه تضر بالمراه قبل كل شيء. لا شيء يبرر في الواقع ان المراه محميه بموجب القانون اقل من اخرى لانها تنتمي الى اقليه ثقافيه. من وجهة نظر النساء غالبا ما يكون احتمال الاندماج في ثقافة الأغلبية أكثر حسدا وأكثر شرعية من حماية ثقافات الأقلية بشكل أكثر عمومية. ينتقد أوكين المواطنة متعددة الثقافات لإعادة إنتاج عيوب ليبرالية راوس من خلال الحفاظ على حدود صارمة للغاية بين العام والخاص، مثلما لم يتطرق راوس بجدية إلى مشكلة الظلم المنزلي في مفهومه للعدالة السياسية. تجاهل كيميليك المخاطر التي يشكلها دفاع الليبرالي عن الأقليات الثقافية على استقلال المرأة. وفقا لأوكين فإن التمييز بين الحماية الخارجية والقيود الداخلية لا يكفي لحل المشكلة، لأنه في حين أنه يمكن أن يدين الأشكال الصريحة للتمييز الجندري بين الأجناس فإنه غير قادر على مواجهة التمييز بين الأجناس العادي الموجود في العمل مجال المحلي وفي المجال المحلي، والذي يقوم أساسا على استيعاب هذا الشكل من أشكال الهيمنة. بعد ذلك نأتي إلى النقد العرقي أو العنصري. سلط بعض المراقبين الضوء على الفاعلية غير متكافئة لسياسات التعدد الثقافي في مكافحة استبعاد الهوية. إذا كان هؤلاء قد فضلوا اندماج المهاجرين من أصل أوروبي، فيبدو أنهم فشلوا في إحالة الأقليات الظاهرة كما هو واضح من التباينات الاجتماعية والاقتصادية القوية التي لا تزال تفصل بين السكان البيض وغير البيض في الديمقراطيات الأكثر ليبرالية. وبحسب بعض النقاد جولدلبرغ مثلا سنة 1995 فإن التعددية الثقافية لن تكون قادرة على إلغاء الحدود العرقية لأنها جزء من نظرية الليبرالية السياسية التي تفترض شرعية الدولة الديمقراطية الحديثة. هؤلاء النقاد يرفضون مثل هذا الافتراض مستوحين من فكر الماركسي والفوكوي على سبيل المثال. العكس من ذلك يرون أن المهمة الأساسية للدولة الحديثة هي ترسيخ هيمنة بعض الفئات الاجتماعي من خلال الاعتماد على عملية التطبيع العنصرية التطبيع مع العنصرية على وجه الخصوص كعملية من الآخر الراديكالي من شأنها أن تجعل من الممكن تبرير الاستبعاد أي الموت الاجتماعي لفئات معينة من الأفراد في وقت أصبحت فيه الدولة سلطة بيولوجية. الآن لها وظيفة حماية حياة الأفراد، لذلك فإن طبيعة آلية الدولة تفسر عدم قدرة التعددية الثقافية على مكافحة العنصرية بشكل فعال، حيث أن مسلماتها الليبرالية تمنحها من فهم الأسباب الحقيقية لاستبعاد الهوية ومكافحتها. وهكذا المجتمعات التي يهيمن عليها السكان البيض تاريخيا مثل كندا لن يمنع استيعاب التنوع الثقافي الدولة من تمييز الجمعيات والجماعات التي تعتبر بعيدة جدا عن القاعدة السائدة، وبالتالي إدامة الفصل بين فئة من المواطنين. وهذا الكلام ذكرته شيلة بن حبيب سنة 2005. نأتي الآن إلى النقد الإبستيمولوجي أو المعرفي. مثل ما يقترح جون راوس تطبيق مبدأ التسامح على الفلسفة السياسية، يرغب بيخو باريخ في تطبيق مبدأ التعددية الثقافية عليها، يعني على مبدأ التسامح على الفلسفة السياسية. وينتقد الليبراليون ينتقد بيخو باريخ الليبراليون هو الذي ينتقد لتزويرهم دعوته للتنوع الثقافي دون أن يأخذوا الأمر على محمل الجد، إن ميلهم إلى تحليل الجماعات البشرية في ضوء الحدود بين الثقافات الليبرالية وغير الليبرالية يشوه فهمها للتعددية الثقافية. بدلا من ذلك يجب على النظرية السياسية متعددة الثقافات أن تذهب أبعد من ذلك في الانفتاح على وجهات النظر المختلفة التي تتبناها الثقافات حول مشكلة العدالة السياسية. يجب أن تتخلى عن فكرة أن الليبرالية المزخرفة بالحقوق الثقافية هي النظرية الوحيدة التي تقدم صيغة محايدة بما فيه الكفاية لحل هذه المشكلة. الآن نأتي إلى النقد الجمهوري. في فرنسا تم رفض التعددية الثقافية على نطاق واسع باسم الفلسفة الجمهورية ونموذجها للتكامل السياسي متجسد في التعارض الشهير بين الكونية على النمط الفرنسي والشيوعية الأمريكية. وكما أشار جوستين لاكروا بحق، مثل هذا التعارض هو من أعراض الجهل بالمناقشات حول التعددية الثقافية في فرنسا والتحيز الفرنسي الذي يؤدي إلى الربط غير المناسب بين الشيوعية الفلسفية والتعددية الثقافية السياسية. ومع ذلك فإن بعض الفلاسفة الفرنسيين يسعون جاهدين لدفع النقاش حول هذه القضايا مع عن طريق تشجيع الجمهورية الفرنسية على التحرر مثل أدوارد سي أو ألان رونو
أو من خلال استكشاف الإمكانيات النقدية للفلسفة الجمهورية مثل سبيتز. وهكذا سعى سيزي لابورد جاهدا لإعادة التفكير في العلاقة بين الجمهورية والهوية الثقافية من خلال التشكيك في السياق الفرنسي في ضوء التحليلات المعيارية المعاصرة، وقد سمح له سمحت له مقاربته بوضع الجمهوريين الفرنسيين مثل ألان فينكيل كراوت وجه لوجه مع التناقضات. هذا الأخير في الواقع لا يمكنه في نفس الوقت إدانة الترويج السياسي للأقليات باسم المشروع الكوني الذي تجسده الثقافة الفرنسية وتدافع عنه. هذا الأخير باسم الاستثناء الثقافي، إذا كان للثقافة الفرنسية الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإمبريالية الثقافية الأمريكية، يمكن للأقليات الثقافية التي تعيش في فرنسا أن تؤكد بشكل شرعي نفس الحقوق ضد الاستيعاب الجمهوري. وبالتالي فإن فكرة التعددية الثقافية ليست مناهضة للجمهورية، على العكس من ذلك يمكن استثمارها بطريقة أصيلة من خلال هذه الفلسفة السياسية التي تقدم منظورا نقديا حول المفاهيم المركزية الليبرالية السياسية. متى سؤال الذي نخلص إليه، متى يؤمن العرب والمسلمون بالتعددية الثقافية ضمن مشروع حضاري كوني سياسي واحد؟ شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أرجو أن تكونوا قد يعني اطلعت على هذه المحاضرة بودية وبمسؤولية، وأرجو أن تتفاعلوا بالتعليقات وبأشكال من الانتقادات حول أهمية قضية التعددية الثقافية ضمن حضارة اقرأ. إلى اللقاء في مداخلة يعني سياسية فلسفية ديمقراطية أيضا ربما حقوقية قادمة تستوعب المسألة وتشرع الاختلاف والتنوع والتعدد ودون التضحية بالوحدة ودون إسقاط مسألة التنظيم ومسألة السيادة من الحساب. إلى اللقاء، شكرا جزيلا.